محمد ما حدش سمعنا بعد اذنك بعد ما تشوف الحلقه هتزعل من نفسك عارف ليه بعد اذنك والله ما حد طلع بحاجه يعني احنا اتفضل يا استاذ 45 دقيقه اتفضل ما قلناش حاجه بتقطعوني كتير يا جماعه ما انا سهل اقاطع وصوتي قوي وعالي طب ليه انا عايز اطلع استاذ احمد المنتقبه بتديرك في ايه اذا كان ده قرارها الشخصي ومساحتك زي ما قلت في البدايه ان هذا النقاب يعبر عن توجه ديني الهدف منه السيطرة على المجال العام وهقول لك على حاجة بحقائق احنا كان عندنا على نفس القياس احنا كان عندنا هديلك بس النموذجين وتقول اللي انت عايزه على نفس القياس مفيش حاجة اسمها واحد بيتكلم ثانية تقعد تقاطع لا انا هديك نفس القياس الاستاذة والاستاذ نفس القياس مش احنا جايين عليك انا عارف لا استاذ انا دكتور على فكرة مش هتفرق عندي ثانية واحدة يا جماعة ثانية واحدة انا عارف هقول ايه لا اصل هي عارفة كويس ان انا مش هقدر انتقص منها خالص يعني هي ولها كل الاحترام والتقدير للدكتور احمد دكتور محمد انا رايق والله بص. مش ممكن الدنيا دقيقه كمل كلامك هدي لك والله 3 دقائق مش دقيقه انا قلت لحضرتك سؤال كان واضح ايه اللي يديرك من النقاب وعايز اكمل السؤال وتكرر السؤال تاني ما تقول السؤال فين بقى ايوه وعايز اكمل السؤال واقول لك انا عندي نموذج اخر زي الساحل الشمالي زي ما قلت كويس. في العري بشكل في انفتاح كبير جدا حضرتك منتقد ده ومش منتقد ده كويس اديني وجهه نظرك طيب نقول تاني يا جماعه ركزوا معايا رقم 1 على مدار 80 سنة منذ محاولة التيارات الأصولية وتأسيس الإخوان حسن البنا لجماعة الإخوان المسلمين أسلمت المجتمع والعودة به لمضاوية شبه الجزيرة العربية ليه؟ هو بيتكلم على الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم من ثم دولة الخلافة ومن بعد دولة الخلافة أسلمت كوكب الأرض وأستاذات العالم ارجعوا للتنظيرات دي لا معلش أنا المشاهد عندي أهم هو ده اللي أنا بوجه له كلام ثواني يا أستاذ مصعب على عيني وعلى راسي فالفكره في ايه احنا كان عندنا مع ثوره 19 شعار خرج لمحاوله الاستعمار الاجنبي تقسيم المصريين وقال لك الدين لله والوطن للجميع هذا الشعار الوطني استلبه احد رموز الاصوليه الاسلاميه في مصر محمد متولي الشعراوي وقال لك الدين لله والوطن لله ده معناه ايه انه يؤكد كلام احمد سامر انه لو حاولنا كعلمانيين ان نلتقي على ارضيه تجمع العلمانيين والاسلاميين في المجال العام الاسلاميين سيتغولوا ويتوغلوا على هذه المساحات للمواطنين ولو حصل العكس ثواني اكمل كلامي وبالتالي ولو حصل العكس لما حصل ان احنا قابلين الدين لله والوطن للجميع الشعراوي والاسلاميين رافضين ده وقال لك الارض كلها ارض الله بما فيها الاندلس والخلافه وحلمهم الغشيم برفع علم الخلافه على روما عندنا في مثل في التراث المصري والمثل الشعبي ساعة لقلبك وساعة لربك الإسلاميين طلعوا قال لك إيه ساعة لربك وساعة لربك مفيش لقلبك لأنه وما خلقت الإنس والجن إلا طيب انا اجي لك بقى وقت الكلام هقول لك حرين يا استاذ احمد وانا كمان حر ان انا انتقد طيب الفكر ده وبالتالي انا عندي تخوف على ممارساتي وحقوقي النهارده الست اللي بتلبس البيكيني بيتم تنميطها ان هي بلا شرف وبلا اخلاق وتثير الشباب وكذا لا قالوا كده ارجع للتيارات الاسلاميه كلها وانت حضرتك قلت دلوقتي الستر والعري انا بتكلم على الحريه صدقا ايوه الستر صدقا العلمانيين لو عندهم قناعه ان الاسلاميين لن يتغولوا على المجال العام زي هقول لك على حاجه من كام سنه المحجبه اللي دخلت باب او نايت كلاب والناس ستلوا علك ازاي يمنعوا ان هي تخش وانا متاكد ان صاحب نايت كلاب مش مانعها علشان هو علماني هو خايف ان الصوره تتاخد فالاسلامي يقول لك بص النايت كلاب اللي بينشر الفسق وسط المسلمين الفكره ان انا بوضوح شديد عزيزي المشاهد احنا ما عندناش مشكله مع النقاب ولا الحجاب صديقاتي اللي بيكلموني عن بناتهم اللي بيرتدوا الحجاب ورافضين ده صديقات العلمانيات يعني نعمل ايه هم يطلعوا يقولوا احمد سامر قال ده ولا ما قالش ده قلت لها اياكي تفرضي عليها حاجه هي حره في اختيارها ده كويس جدا ثواني بس اقول لك الكلام بس قائم على ايه لكن فكره ان انا اللي عايزه تتنقب تتنقب واللي بتلبس مني جيب وفستان تبقى كذا وكذا 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 يبقى عفوا سنضع معيارا وحدا فاصلا لتغول الاسلاميين على المجال العام القضيه قضيه تقدم وتخلف قضيه فرديه ومجتمع قبلي لا يمكن ان تطنطن عليا بالثوابت الدينيه ثوابت الدينيه اللي حيت مؤمن بيها طبقها على نفسك لان طيب. المسلمين نفسهم معايا مش متفقين على فهم واحد للقران طب ما كويس